السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة جاي اعمل لكم شوية قراقيش. صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد، واذكروا الله لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. انا جبت هنا ايه، ده كيلو دقيق، وحطيت عليه معلقتين، معلقة سكر، وحطيت عليه معلقة خميرة فروية وذرة ملح، ماشي. ودي سمنة انا مسيحاها، وان شاء الله باذن الله هنعجن بيها. بس ما تنسوش حبايبي تحطوا اللايك وتفعلوا زر الجرس وتعملوا مشاركة للفيديو وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. خليكم معايا، هعجن ان شاء الله وارجع لكم بعد ما اعجن. بصوا حبايبي، انا شربت الدقيق كله كده للسمنة، ماشي. حطيت السمنة وشربت الدقيق كده زي ما انتم شايفين، كنت تدعكي فيه كده حبايبي بالسمنة لحد ما يشرب. تعمليها كده، لو حسيتي ان هي كده ومش ناشفه في ايدك يبقى كده هو خلاص ايه، مش محتاج سمنه تاني. لقيتيها بتفرول مش بتتجمع كده في ايدك، يبقى كده هي محتاجه ايه، ادام تاني، ماشي. خليكم معايا حبايبي، بس ما تنسونيش في دعوه حلوه، وتنسوش تحطوا اللايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. وربنا يصلح حالنا وحالكم، ويشفي مرضانا مرضى المسلمين، ويفرج علينا وعلينا وعليكم ان شاء الله باذن الله. ربنا كرمه كبير ان شاء الله وفضله واسع. خليكم معايا. بصي حبايبي، تاخدي العجينه كده بعد ما خلصتيها خالص، تفضلي تلفي فيها كده، تفردي وتلمي كده كل العجينه، ما تنعم في ايدك، يبقى كده العجينه ايه، ما شاء الله عليها، ماشي. زي ما انتم شايفين كده حبايبي العجينه، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر. اذكروا الله يا حبايبي لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله، صل على رسول الله، اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد. اعملوا اشتراك في القناه حبايبي عشان القناه تكبر بيا وبيكم، واذكروا الله، صلى على رسول الله، اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد. خليكم معايا حبايبي كده، انا خلاص خلصتها، هحطها ان شاء الله في العلبه في الكروانه كده زي ما انتم شايفين، ماشي. وهسيبها تخمر يا حبايبي، ولما تخمر باذن الله هنرجع مع بعض نعمل حبه قراقيش حلوين كده، ينفعوا للفطار الصبح، وحاجة بتنفع في البيت عشان الأطفال وعشاننا، وحاجة انت عاملاها وضمناها وعارفة ايه الحاجة اللي انت عاملاها، وحاجة نظيفة وعمال ايديكي طبعا انضف كتير من اللي بنشتريه من بره حبايبي ما شاء الله. والكيلو بيرمي لي حبة طار، يعني بيعمل حبة حلوين، بيرمي بتاع كيلو ونص الكيلو حبايبي لما تعمليه، او اكتر كمان على حسب بركة ربنا ان شاء الله. جربوا اي حاجة حبايبي والله، وياريت تكتبولي في الكومنتات حاجة جربتوها اكون عملتها وعجبتكم. ربنا يصلح حالنا وحالكم، ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين. حطوا اللايك يا حبايبي، حطوا اللايك، متنسونيش في دعوه حلوه. خليكم معايا، هرجع لكم تاني لما العجينه تخمر. بصي حبايبي، هي العجينه بعد ما خمرت بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين علوها حبايب قلبي كده، ان شاء الله هنبدا نشتغل فيها، اعملهم حبه قراقيش ان شاء الله يطلعوا حلوين. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم، ويصلح حالنا وحالكم، ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين. متنسونيش يا حبايبي تحطوا اللايك وتفعلوا زر الجرس وتعملوا مشاركه للفيديو عشان يوصل لكم مني كل جديد. وما تنسوش يا حبايبي تدعوا لي دعوه حلوه ان شاء الله، وربنا يشفيني ويشفي مرضى المسلمين اجمعين يا رب. خليكم معايا يا حبايبي، اول ما هرص في الساق هفرقكم، خليكم معايا. بس حبايبي اهوت، وانا في مدخله الفرن اهو يا حبايبي، استوى ان شاء الله يطلع باذن الله، وربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ان شاء الله، وهوريه لكم حبايبي. بس ما تنسوش يا حبايبي تحطوا اللايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد، ماشي. ربنا يصلح حالنا وحالكم حبايب قلبي، خليكم معايا. اهل رئيش بعد ما طلعت من الفرن حبايبي، يا رب تعجبكم الفيديو، ينول اعجابكم، وربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالنا وحالكم ان شاء الله. ما تنسوش يا حبايبي تحطوا اللايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد، تعملوا مشاركه للفيديو، وتدعوا لي دعوه حلوه في الكومنتات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.